السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، إن شاء الله بإذن الله يكون معانا فرصة كويسة جدا النهاردة، بس طبعا كالعادة قبل ما أتكلم عنها أحب أوضح اللي كان معانا فرص كتير سابقة، كان في منح ممولة بالكامل في اليابان، كوريا الجنوبية، في تايوان، كان في سلسلة فرص تطوع السفر إلى الخارج، رحلة إلى مصر، رحلة للمغرب، كان في رحلة للإمارات، وكان في تدريب لمدة 4 شهور ممول بالكامل في أمريكا، يعني كان في فرص كتير جدا، يا ريت اللي مشافهاش يرجع تاني ويشوفها. وعشان توصلك اي حاجه من القناه بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. بالنسبه للفرصه بتاعت النهارده هي فرصه كويسه جدا، ان شاء الله تكون مفيده للكل، وكمان فيها تخصصات الطب والهندسه، وينفع فيها انك تبدا دراسه من الاول او تستكمل، يعني لو انت بتدرس في كليه دلوقتي وفيها التخصص اللي موجود في المنحه دي ينفع تكمل عادي من غير اي مشكله. تمام كده، تعال نتعرف على المنحه دي. بيقول المنحة دي هي منحة مقدمة من جامعة كوريا الجنوبية، تمام، ودي جامعة حكومية وقلنا فيها تخصصات كتير. طيب تعال نوضح المنحة هنا، بيقول لي إن الدولة هي كوريا الجنوبية زي ما وضحنا، آخر ميعاد للتقديم هو 18 أكتوبر 2019، تمام، ده آخر ميعاد للتقديم، يعني نقول مثلا فاضل 20 يوم أو حاجة أو 21 يوم والتقديم يخلص. مستوى الدراسة هي لمرحلة البكالوريوس فقط، لأن المنحة دي بكالوريوس فقط ما فيهاش ماستر أو دكتوراه. التخصصات اللي موجودة في المنحة دي هي طب، هندسة، علوم، وطبعا في تخصصات أخرى زي اقتصاد، قانون، في تخصصات كتير، بس يعني من أبرز التخصصات اللي موجودة فيها واللي مش موجودة في منح تانية من الصعب توفيرها هي تخصص الطب موجود والهندسة موجودة وتخصص العلوم موجود. تمام؟ ترتيب الجامعة دي على مستوى العالم هو رقم 83، يعني أنت بتتكلم في جامعة من أفضل جامعات العالم، تمام؟ 83 دي رتبة كبيرة جدا. بالنسبة بقى للتمويل بتاع المنحة دي، بيقول لي ان المنحة دي بتغطي الرسوم الدراسية بالمجان، يعني انت مش هتدفع حاجة، يعني انت لو حضرتك هتدرس طب مثلا فالطب غالي جدا، تمام، ومفيش منح كتير بتوفر طب، او يعني نسبة بسيطة جدا من الفرص او الجامعات او المنح اللي بتقدم الطب، لكن الجامعة دي بتقدم لك الطب او الهندسة الدراسة فيه بالمجان، فدي فرصة كويسة جدا. غير كده انت هتدرس في جامعة ترتيبها على مستوى العالم رقم 83، يعني حاجة معترفة مليون المية، تمام؟ يبقى احنا قلنا بتغطي الرسوم الدراسية بالمجان. طيب لو حد مثلا بيقول لي طيب بالنسبة لمصاريف المعيشة، مصاريف الإقامة هناك ازاي، الكلام ده انا هقدر اتكيف معاه واقدر اتعامل معاه، انا مثلا عايز حاجة تغطي لي كل المصاريف، مثلا عايز حاجة تغطي لي مصاريف المعيشة ويبقى ليا مرتب، يبقى ليا باقي التكاليف. هقول لك انا كنت عرضت من اسبوع او من الحلقه اللي قبل اللي فاتت، تمام، كنا عرضنا حاجه اسمها ايجاد مؤسسات بتقوم بتمويل دراستك في الخارج، يعني لو حضرتك اتقبلت في المنحه دي ممكن انك تلاقي مؤسسه تمول دراستك وتغطي لك باقي التكاليف من مرتب شهري، اقامه، اي تكاليف انت بتحتاجها. وقلنا هنا ان في مؤسسات جوه بلدك، اي بلد، تقدر انك تلاقيها وتتواصل معاها وانها توفر لك التكاليف الباقيه. وكنا عرضنا الفيديو ده وانا حطيت لكم اللينك بتاعه، يا ريت اللي ما شافوش يرجع تاني ويشوفه، بحيث انك تقدر توفق منحتين مع بعض او فرصتين مع بعض، فرصه قبول في جامعه وانك الفرصه التانيه تقدر تلاقي مؤسسه تمول الدراسه ليك. تمام كده، يعني الموضوع ان شاء الله مش هيكون متعب، بس الواحد يركز فيه ويبقى عارف هدفه بالظبط. بالنسبه لشروط التقديم هي ايه؟ قال لي شروط التقديم في ابلكيشن اونلاين انت بتعبيه وفي رسوم انت بتدفعها، في رسوم للابلكيشن، تمام. معظم الجامعات القويه اللي بتكون موجوده في الدول الكويسه زي كوريا الجنوبيه، زي الدول الاوروبيه، تمام، بيبقى فيها رسوم للابلكيشن، وده بيدل على مدى قوه الجامعه، تمام. طالما الجامعه بتعمل رسوم للابلكيشن الجامعه دي قويه جدا وترتيبها عالي قوي، فبالتالي يعني مش اي حد بيخشها، تمام. بس هنا المنحه يعني ايه، سهله وبسيطه وان شاء الله يعني مش هيكون فيها تنافس كبير، فيا ريت انكم يعني تقدموا فيها ان شاء الله ويكون فرصتكم في القبول كبيره. طيب بيقول لي ان الابلكيشن هنعبيه اونلاين او هنملى الابلكيشن اونلاين، مفيش ابلكيشن منفرد للمنحه، بيتم التقديم مباشره للجامعه، وعند القبول في الجامعه لما تتقبل فيها هيتم قبولك في المنحه مباشره، تمام. هو ابلكيشن واحد سواء انت هتقدم على حسابك او هتقدم منحه، ولو قدمت في الابلكيشن واتقبلت فيه هتتقبل في المنحة مباشرة من غير أي مشكلة. إيه تاني مطلوب مني؟ قال لي مطلوب رسالة تحفيز، ودي طبعا رسالة بسيطة زي أنت خطاب بتكتبه ليه عايز تقدم في الجامعة دي، يعني خطاب النية بتاعك، تمام. مطلوب خطاب توصية من أحد أساتذتك، تمام.
يكون معاك خطاب توصية، وده سهل جدا، وهنشوف ازاي الجامعة عاملة نموذج لخطاب التوصية، وهنوصل للأوراق شوية بعد شوية، وهنعرف ازاي نتعامل مع خطاب التوصية. مطلوب شهادة الثانوية بتاعتك وكشف الدرجات، تمام؟ ولو انت في آخر سنة من الثانوية العامة تقدر تقدم عادي من غير أي مشكلة، بس بتجيب درجات السمستر اللي قبله أو السنة اللي قبلها، تمام كده؟ صورة من جواز السفر بتاعك، بتقدم شهادة الميلاد بتاعك صورة منها. بالنسبة لإثبات اللغة، فأنت ممكن تدرس باللغة الإنجليزية أو اللغة الكورية. لو أنت بتعرف اللغة الكورية ممكن تدرس بيها عادي من غير أي مشكلة. لو أنت بتعرف اللغة الإنجليزية، تمام، يبقى لازم تقدم شهادة إثبات، تقدم ايلتس أو تويفل لو معاك. لو مش معاك يبقى في طريقة تانية، هو إنك تكون درست سنتين أو أكتر في برنامج باللغة الإنجليزية، سواء درست الثانوية العامة بتاعتك باللغة الإنجليزية أو درست كورس معين باللغة الإنجليزية، فبتقدم شهادة إثبات بالكلام ده كله، تمام. بعد ملء الابليكيشن، بيقول لك بعد ملء الابليكيشن والتقديم اونلاين، يجب ارسال اوراقك الى الجامعه لكي يكتمل الطلب. بعد لما تقدم الاونلاين زي ما هنشوف بعد شويه، كل الورق اللي احنا طلبناه هنا واللي احنا اتكلمنا عنه هنا زي خطاب التوصيه، شهاده الثانويه، صوره من جواز السفر، كل ده هتعمل منه فوتوكوبي، تمام، وتبعت الورق ده للجامعه. طيب، واحد يسالني المراحل بتاعه التقديم كده تعتبر كتير، اقول لك بس تعالى بص لها من وجهه نظر تانيه، ان الجامعه ترتبها 83 على مستوى العالم، جامعه كويسه جدا في دوله كويسه، تخصصات بتاعتها تخصصات نادره انك تلاقيها في منحه، يعني انت تدرس طب او هندسه بالمجان، فانت تبص لها من وجهه النظر دي، يعني كمان الاقبال على المنحه مش كبير، فانت تحط الاعتبارات دي كلها في دماغك وتقول ان المنحه دي فعلا منحه، يعني لازم الواحد يمسك فيها بايده واسنانه، ولازم الواحد فيها يسعى عشان يلاقي المطلب بتاعه. طيب، عشان نقدم للمنحة دي، أول حاجة أنا حاطط لكم الرابط هنا، تمام، رابط التقديم أونلاين، هتضغط عليه هيدخلك للأبليكيشن اللي أنت المفروض تقدم له أونلاين. ده الأبليكيشن، تمام، اللي المفروض أنت هتقدم له أونلاين. طبعًا هم مدخلين كوري مع إنجليزي، فأنت تركز على الكلام اللي بالإنجليش بس، تمام كده؟ بيقول لك تختار الأبليكيشن بتاعك، هو مختار لك هنا الأبليكيشن بتاعك هيمشي باللغة الإنجليزية. بتيجي تنزل هنا على آخر حاجة، ان انت تقول ان انا عايز اخش للابلكيشن مباشره، تمام، فبتضغط على دي، تضغط تعمل اوكي هنا، تمام. هنا طبعا بيظهر باللغه الكوريه، هتطلع هنا على الجزء ده فوق وتعمل تحويل عشان يظهر لك باللغه الانجليزيه، تمام. هنا بيقول لك ايه، بيقول لك انت لازم تعمل اكونت جديد عشان تملى الابلكيشن، عشان بعد كده لو انت حبيت انك تخش تشوف الابلكيشن بتاعك اتقبل اترفض تعدل اي حاجه، فممكن تقدر تخش له بالايميل والباسورد بتاعك، تمام، او الاي دي والباسورد بتاعك. طيب، انا هنا عملت اي دي وباسورد، طب انت كشخص جديد هتعمل ايميل ازاي او هتعمل اكونت ازاي على الموقع؟ هتضغط على كلمه ساين اب دي هنا، تمام، هيدخلك على الشكل ده، تضغط هنا على العلامة دي، على صح هنا، على صح هنا، اللي انت موافق على الكلام اللي هم بيقولوه هنا، تمام. وبعد كده تضغط اجري، هيدخلك هنا اللي هو بيقول لك اكتب البيانات بتاعتك. طبعا يعني بيقول لك اكتب رقم التليفون هنا، انا ارشح بلاش تحط رقم التليفون، حاول تختار اي دونت هاف موبايل فون نمبر، تمام، وهيقول لك الايميل بتاعك ده افضل، حاول تختار الجزء ده من فوق. بعد كده تضغط كونفيرم، كده انت عملت ايميل جديد. بعد لما بتعمل اكونت جديد على الموقع بترجع تاني هنا، تمام، هنا بقى بتدخل الاي دي بتاعك، تمام، وبتدخل الباسورد وبتعمل لوجن عشان تخش وتملى الابلكيشن، تمام. ده الابلكيشن، بيقول لك طبعا هنا هتضغط على كلمه اجري، طبعا في هنا بالانجلش، انجلش مع كوري، فانت سيبك من الكوري اللي فوق ده واقرا الكلام اللي بالانجلش، تضغط على اي حاجه فيها اجري هنا في الاول اللي انت موافق على كل الشروط بتاعتهم، تمام، اجري، تمام، اجري، كونفيرم، كونفيرم، تمام. وبعد كده بتنزل على الخطوة اللي هنا وبتعمل دخول بقى للابليكيشن عشان تملى البيانات بعد ما وافقت على الشروط، تمام كده. ده الابليكيشن بتاعي، طبعا انا مليته عشان بس اوضح لكم الفكرة. هنا بيقول لك حدد نوع الابليكيشن، هل انت عايز تدرس من الاول ولا انت طالب محول؟ لو اخترت انك تدرس من الاول يبقى تعمل علامة على الجزء ده. لو انت طالب مثلا في تانية طب، تالتة طب، مثلا اولى هندسة، تانية هندسة، وعايز مثلا تكمل دراسة،
فانت ممكن تضغط على ترانسفير ستودنتس تمام، وتختار الجزء ده اللي انت اللي انت طالب مش كوري وكمان اهلك مش كوريين، يعني مالكش علاقه بكوريا او ما دخلتهاش قبل كده او مالكش اقامه فيها تمام، وبتكمل باقي بياناتك عادي. فاحنا نضغط مثلا ان انا عايز ادرس من السنه الاولانيه، بيقول لك هنا تختار انك طالب غير كوري تمام ووالديك غير كوريين، لان المنحه دي لو احد من اقاربك يعني والدك او والدتك كوري او يعني ليه جنسيه في كوريا او ليه اقامه ما ينفعش التقديم للمنحه دي تمام. هنا بيقول لك تختار التخصص بتاعك، لما بتضغط عليها بيطلع لك كل التخصصات. طبعا بيقول لك هنا التخصص البيزنس، طبعا الفنون، لو انت محتاج الطب تخصص الطب اهو تمام، تخصص التربيه موجود، الهندسه موجود، التمريض موجود، كل التخصصات. وبتختار طبعا التخصص بتاعك وبتحطه هنا تمام كده. مثلا احنا نختار تخصص الطب، فنضغط على الجزء ده تمام. بيقول لك باثبات اللغه الانجليزيه، عشان تثبت اللغه الانجليزيه بتاعتك بيقول لك تختار لو انت معاك تويفل او ايلتس، او تختار انك درست سنتين او اكتر في كورس باللغه الانجليزيه. طبعا وبتختار دي وبتختار الاثبات انك درسته، بتكتب الكلمه دي برايمري لانجوج اوف انستراكشن، يعني انا درست كلغه رسميه لمده سنتين او اكتر في كورس باللغه الانجليزيه تمام كده. بتكتب طبعا بقى اسمك هنا بالكامل، بتكتب الباسبورت نمبر بتاعتك، الجنسيه بتاعتك، كل الكلام ده بتحطه هنا. بيقول لك لو انت لسه ما يعني ما خدتش فيزا لكوريا او ما عندكش فيزا لكوريا بتكتب نو فيزا تمام. بتكتب كل البيانات بتاعتك بقى تمام، باقي البيانات، العنوان بتاعك بالتفصيل، الشارع اللي انت ساكن فيه، كل البيانات بتكتبها تمام، تاريخ الميلاد بتاعك، كل حاجه بتحطها. هنا بيقول لك على العائله بتاعتك، بيقول لك اسم، بتكتب هنا اسم والدك، الجنسيه بتاعته، هل هو معاه جنسيتين ولا جنسيه واحده، بتكتب رقم التليفون بتاعه، بتحط كل البيانات بتاعته، وهنا اسم والدتك وكل بياناتها برضو زي بالظبط البيانات اللي احنا ذكرناها في الوالد دلوقتي. وهنا بتنزل على الجزء ده هنا وبيقول لك حط لنا بقى البيانات بتاعتك بالنسبه للهاي سكول تمام، يعني المدرسه الثانويه بتاعتك، بتكتب بياناتها هنا. وبعد كده بتعمل اد وبتضيف الميدل سكول تمام، بعد كده بتعمل اد من هنا وبتختار الميدل سكول بعد كده وبتملى البيانات بتاعته، بعد كده بتعمل اد وبتختار الاليمنتري سكول تمام كده، وبتحط كل البيانات بتاعتها نفس النظام من غير اي مشكله. طيب هنا بيقول لي، بيقول لي اختار اللي انا موافق على الشروط بتاعه الجامعه، يبقى اختار الجزء ده هنا، اعمل عليه نقطه هنا تمام. بيقول لي هنا هتحط صوره شخصيه ليك، فبتروح على الجزء ده بتاع ابلود فوتو وبتحط الصوره الشخصيه ليك هنا، ولازم تكون حجم 3 في 4 سم، يعني انت ممكن تعدلها عادي سهله جدا. بعد كده بتعمل سيف وبتخش للصفحه اللي بعدها تمام، بيدخلك بعد كده للصفحه اللي بعدها. طبعا انا مش حاطط كل البيانات عشان كده مش هيدخلني للصفحه اللي بعدها، فبيقول لي يعني كمل بياناتك هنا الاول عشان نقدر ندخلك على الصفحه اللي بعد دي. طبعا الصفحه اللي بعد دي هي ايه؟ انت كده مليت كل البيانات بتاعتك هنا من غير اي مشكله. الصفحه اللي بعد كده هي صفحه دفع رسوم الابلكيشن تمام كده. ودفع رسوم الابلكيشن يعني في كذا طريقه، تحويل بنكي، تدفع بالكريدت كارد، اي حاجه، يعني في كذا وسيله للدفع. وزي ما وضحنا الجامعه فعلا تستحق انك تغامر، لانها ترتيبها كويس جدا وفيها تخصصات نادره جدا والدراسه فيها بالمجان للتخصصات زي الطب او الهندسه. طيب احنا كده وضحنا ازاي نملى الابلكيشن اونلاين. طيب لو انا بقى مثلا عايز اقدم بخط الايد، او عايز املى ابلكيشن ما املاش الابلكيشن اونلاين، في طريقه تانية انت ممكن تقدم بيها، وهي انك ممكن تملى الابلكيشن بتاعك اونلاين وتبعته مع الورق بتاعك للجامعه مباشره، وكمان تبعت لهم رسوم التسجيل مباشره من غير ما تدفع اونلاين او اي حاجه. طب ازاي؟ انا هنا حاطط لكم الرابط الثاني، وهو اسمه ايه؟ اسمه رابط الاوراق المطلوبه تمام. هتخش عليه هنا هيفتح لك الجزء ده، دي الصفحه اللي عليها كل الفايلات تمام. ففي هنا حاجه اسمها دوكيومنت فورم، يعني هنا الاوراق المطلوبه منك هتضغط عليها، لما تضغط على دي الملف هينزل عندك في صوره وورد تمام كده. انا الملف اهو عندي موجود، ده الملف اللي هينزل عندك هنا. بقى ايه بيقول لك؟ ايه بيقول لك؟ انك ممكن تقدم عادي هنا زي ما انت شايف كده، ممكن تقدم عادي البيانات دي وتكتبها بخط ايدك من غير ما تقدم اونلاين كل البيانات. لو لاحظت هتلاقي نفس البيانات اللي كانت موجوده في الابلكيشن اونلاين هي نفسها اللي موجوده هنا من غير اي مشكله. طيب لحد هنا
انت بتكتب كمان هنا المقالات ليه عايز تنضم للجامعة بتاعت كوريا، ليه اخترت الجامعة ديت، كل الكلام ده بتكتبه لحد هنا. دي ده الابليكيشن بالظبط زي الابليكيشن اونلاين. من اول الجزء ده بيعتبر الورق اللي مطلوب منك وانت المفروض تخلصه، تمام؟ هنا ده الورق اللي مطلوب منك، زي بالظبط مطلوب منك انك تعمل اتندنس ريبورت، يعني تكتب لهم انك حضرت المدرسه الثانويه بتاعتك والمدرسه الابتدائيه والاعداديه، وتكتب كانت فين الدوله اللي انت حضرت فيها المدرسه، المدارس بتاعتك، تمام؟ تحط البيانات بتاعتك. هنا بيقول لك ده فورم لازم انك طبعا تطبعه، ده من ضمن الاوراق المهمه لازم تطبعه وتمضي عليه انك موافق على البيانات اللي انت كتبتها فوق، تمام؟ او اللي انت كتبتها في الابلكيشن اونلاين. بيقول لك هنا الريكومنديشن ليتر، هنا الجامعه مسهله عليك الريكومنديشن ليتر. ليه؟ لانك مش هتاخد خطاب من المدرس او الاستاذ بتاعك او الدكتور او اي شخص، لا انت هتدي الفورم ده للشخص وهو هيملاه لك، يعني انت مش محتاج اي خطاب او اي حاجه. طبعا ده كل الخطاب، وطبعا الشخص اللي هيملا لك الخطاب ده لازم يملا كل الخانات دي، يعني يقول من حيث مثلا انك الليدر شيب بتاعتك، القياده، من حيث انك مثلا الاكتيفيتيز اللي انت عملتها، من حيث مثلا درجاتك او معدلاتك الدراسيه كانت ازاي، او تقويمك، يعني تقويم الاستاذ ده ليك من ناحيه درجاتك العلميه ازاي، كل ده هو بيكتبه. لحد هنا ده بيعتبر الابليكيشن بتاع الريكومنديشن ليتر، تمام؟ وبيكتب هنا في الاخر، يعني هو بيعمل التوصيه دي ليك، هل مثلا يعني بالتوصيه دي بدرجه كبيره بيأكد انك مثلا طالب مجتهد جدا، ولا طالب نص نص، ولا طالب يعني درجاتك مش كويسه، فبيختار خانه من الخانات دي، تمام كده؟ بعد كده بيقول لك هنا، بيقول لك انك ده خطاب تاني لازم تمضي عليه، بتكتب هنا التخصص اللي انت ناوي تدرسه، تكتب رقم الابليكيشن بتاعك، تمام؟ بتكتب طبعا المدرسه الثانويه اللي انت حضرتها كان اسمها ايه، وبتكتب انك بتاكد البيانات دي، الامضاء بتاعتك والتاريخ اللي انت مليت فيه الورق ده، تمام كده؟ بنيجي هنا للاخر بيقول لك دي طبعا قايمه بالشهادات الاضافيه، يعني لو انت معاك شهادات تطوعيه، شهادات من مسابقات، اي شهادات اضافيه ممكن تسهل يعني او تفيد في القبول بدرجه كبيره، يا ريت تكتب اسم الشهاده هنا، تحط الدرجه مثلا لو انت معاك شهاده مثلا في لغة، شهادة في أي حاجة، فبتكتب مثلا الدرجة بتاعتها، لو موجود درجة، اللي مش موجود بتسيبها، بتكتب التاريخ بتاعها، تكتب كل حاجة عن الشهادة دي، وطبعا بترفق الشهادة دي. خلي بالك هنا بيقول لك نوتس، بيقول لك إن هما بعد لما بتملى الأبلكيشن أونلاين أو بتملى الأبلكيشن عن طريق خط اليد، لازم تقدم طبعا فوتوكوبي من الورق ده كله، تمام؟ ومن الشهايد اللي هي مطلوبة منك، ولازم توثق لو أنت هتبعت الشهادة الثانوية بتاعتك او كشف الدرجات، لازم توثقه من المدرسه، ولازم توثقه من الخارجيه، عشان لما يتبعت للجامعه في كوريا يعرفوا ان الشهاده دي فعلا متوثقه من الخارجيه ومتوثقه من المدرسه بتاعتك بشكل كويس، ما فيهاش اي مشكله. وطبعا بيقول لك لازم تحط الورق ده كله في ظرف، وتكتب اسم الـ كل ورقه، وتكتب اسمك عليه ورقم الابليكيشن بتاعك عليه، تمام؟ هنا بيقول لك ايه، هنا بيقول لك في الجزء ده اخر جزء او اخر ورقه، بيقول لك لو انت كان عندك مشكله مثلا، هل سقطت في سنه من ضمن السنين بتاعت الثانويه العامه بتاعتك، هل مثلا كان في مشكله عندك في الثانويه العامه بتاعتك مثلا، اي مشكله، فبتحطها هنا وبتكتب ايه هو سبب المشكله، وبتنزل وبتكتب كل البيانات دي هنا، وبتكتب ايه كانت اسباب المشكله دي، تمام كده؟ ده هو الابلكيشن. يبقى الابلكيشن ليه طريقتين، ممكن تملى اونلاين وتبعت الاوراق للجامعه، او ممكن تملى الجزء اللي فوق ده هنا، تمام، بخط الايد وتبعته مع الورق كامل، وتدفع كمان الفلوس كاش، تمام، بتبعتها مع الابلكيشن، او ممكن تدفع اونلاين عن طريق الابلكيشن اونلاين، تمام. اظن المنحه يعني وضحتها انا بالتفصيل، ما فيهاش اي مشكله لحد دلوقتي، اتمنى يكون الموضوع مفيد ليكم. وطبعا انا زي ما قلت، انت ممكن انك تمول دراستك، يعني احنا قلنا المنحة بتوفر الرسوم الدراسية بس، انت ممكن كمان انك تحاول انك تمول دراستك الباقية عن طريق مثلا تمويلها من مؤسسة انها توفر لك تكاليف المعيشة، الاقامة، كل التكاليف دي، بس بعد ما يجي لك خطاب القبول بتتواصل مع مؤسسة. وعشان تعرف اكتر انا ضفت لكم رابط الفيديو اللي كان بيتكلم عن المؤسسات في المقال، فياريت تخشوا عليه للي ما شافوش، وتعرف اكتر عن الموضوع ده، تمام كده؟ الجامعة فعلا تستحق الموضوع دوت، فياريت انكم تقدموا ليها وفيها تخصصات كويسة جدا.
اتمنى يكون الموضوع مفيد ليكم، وان شاء الله موفقين ومقبولين في المنحة دي.